يعني البعض يعول على يعني على هذه القمة العربية القادمة في الأردن يا فندم في حل من الملف أو القضية الفلسطينية، هل المؤتمر ده أو القمة دي ممكن أنها تخرج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع؟ لا، حل القضية في قمة عربية أعتقد أنه صعب، إنما المقصود هنا أن يكون هنالك تشديد على موقف عربي بطريقة أداء في مواجهة التغيرات التي تحدث في الولايات المتحدة والتغيرات التي تحدث في أوروبا. حضرتك تعرفين أنه في إدارة أمريكية جديدة ذات اتجاهات غريبة لا أصل لها في شكل العلاقات العربية الأمريكية. اثنين، هنالك تغير في أنه الاتحاد الأوروبي بدأ يتفكك من خلال الخروج البريطاني وعدد من المؤثرات الداخلية في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نحن نتحدث عن تحولات وتغيرات تحدث على مستوى العالم. المجموعة العربية أيضا كما تلاحظين أن هنالك خلينا نقول أنه إعادة تشكيل لشكل النظام العربي أو المنظومة العربية في ضوء كل ما يحدث. إذن الحديث يدور عن علاقات ثنائية، علاقات إقليمية، وبالتالي علاقات دولية. الجزء الأخير وهو الأهم أنه التعسف والتطرف الشديد في الفكر السياسي الإسرائيلي وطريقة الأداء على الأرض، والتي تظهر في الملف الفلسطيني والملف السوري والملف اللبناني وعدد من الملفات الأخرى. أعتقد أنه هذه كلها يمكن أن تكون مسار نقاش موسع في القمة العربية وأيضا في العلاقات الثنائية ما بين الطرفين الفلسطيني والمصري.